ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض كول سلو. معايا نص كوباية مايونيز، تلت كوباية سكر او ربع كوباية. تبدلي السكر بالعسل، وممكن تحط سكر بس، احنا كده كده هنحطه في التلاجة، نقعده كده نص يوم كده في التلاجة عشان السكر يدوب ويبقى كويس، تمام؟ مش هيبقى ليه اي اثر. هنحط بقى نص كوباية مايونيز، عليها السكر، عليها نص ليمونة او ليمونة كاملة، ممكن تستبدلي الليمون بخل التفاح. هنحط نص معلقة بقى فلفل اسود ونص ملح، وهنقلب كله مع بعضه. وهنجهز مع بعض الجزر الجزراية ونص نص كابوتشي ابيض.